بدأت درجات الحرارة في بغداد وكذلك غالبية المحافظات الجنوبية تلامس 50 درجة مئوية، ارتفاع وضع أصحاب القوت اليومي بمواجهة خطر هذا الارتفاع لكسب لقمة العيش. فهذا المسن الذي يحتاش على سحب عربته يتحدث عن الظروف التي أوصلته لهذا الحال. وراتبي 497، هالشهر قصوا من عندي، قصوا من عندي هالشهر. قصوا راتبك؟ 8000 دينار قصوا من عندي، شو تسوي؟ هاي مجبور. مجبور قاعد ايجار، يجي راس شهر ايجار. الحرمة وتنا وشغل ماكو، بهذا التعبير وصف مسن آخر لا يختلف حاله كثيرا عن بقية أقرانه، كونه يعمل منذ ساعات الصباح الأولى وهو يحاول كسب بعض الدنانير لعلها تكفي لسد احتياجاته الضرورية. الحرمة وتنا غير من الماكو، قاعد نطلع ونشتغل، شو نسوي؟ غير من الماكو يا خالو. هسه اليوم من الصبح من الساعة 4 لهسه ما بنستفتح ولا بدرهم من الشغل. أما الشباب الذين يحملون ويدفعون بضائع تفوق بكثير طاقاتهم الجسدية، فكان لهم نصيب آخر من ذلك الخطر، فهم يعملون داخل هذا السوق منذ سنوات وبشكل يومي مهما كانت تقلبات الطقس. حماميل كلها قاعدة والسوق تعبان والدولار صعد، وإحنا شباب يعني لا من تعيين لا من وظيفة. هاي جبنا أنا عمري 11 سنة واشتغل، ضيمو أنا هسه عمري 21، من 11 سنة اشتغل هسه 21 ما فهمنا شيء. أي والله حرام سوف يوم يتولى 15000. وتبقى هذه الشريحة التي تتحدى الظروف القاسية من أجل لقمة العيش بانتظار إجراءات حكومية حقيقية لعلها تنقذهم من واقعهم المرير. علي خشان، السومرية، بغداد.